حول هذه الاستقالة ينضم إلينا مراسلنا من نينوى محمود الجماس. محمود، صف أوضعنا في تفاصيل وحيثيات هذه الاستقالة، استقالة محافظ نينوى. نعم زميلي، كل التحية لك ولكل مشاهدي التغيير. أتحدث معكم وقبل قليل ورئيس مجلس الوزراء على الاستقالة. بالحديث عن التفاصيل أو كواليس هذه الاستقالة، منذ رد البرلمان على توصية رئيس مجلس الوزراء التي أرسلها إليه ورفض إدراجها ضمن جلسات البرلمان على اعتبار وجود هنالك مخالفة قانونية أو ما شابه ذلك، أصبح محافظ نينوى أمام أمرين: إما أن يقوم السوداني بإعفائه وإقالته التزاما بالقانون نظرا لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، أو تقديم الاستقالة. كان هنالك بعض المناورات السياسية لتأخير الأمر إلى حين إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عدم وجود بديل، اتفاق سياسي على بديل للجبوري، وكان هنالك رفض من غالبية الكتل بترشيح أي شخصية سياسية لأن الفترة كانت قليلة، يعني شهر أو أكثر سيتولى منصب المحافظ وسيحسب على الكتلة أو الشخصية السياسية التي ستتولاها. بالتالي كان هنالك مشكلة في البديل، يعني إعفاء الجبوري هو أمر واقع منذ رد البرلمان وانتهاء الموضوع بشكل قانوني، لكن التأخير كان بشأن البديل حتى خير الجبوري ما بين إما أن يقدم الاستقالة ويغادر أو يصل كتاب الإعفاء بحسب مصادر سياسية. الرجل قدم الاستقالة ووافق عليها السوداني اليوم أو قبل قليل بالتحديد لينهي مسيرته كمحافظ لنينوى بعد أن استلمها قبل عدة سنوات. طيب، هل هناك بدلاء للمحافظ تم تداول أسمائهم لغاية الآن؟ نعم زميلي، هو قرار قبول الاستقالة وتقديم الاستقالة يجب توفير بديل قبل ترك المنصب شاغر بهذا الشكل أو إيكاله إلى أحد نواب المحافظ بحسب مصادر سياسية مطلعة كشفت لنا وكشفت للتغيير أن الأقرب إلى المنصب وقد يتولى المنصب خلال الساعات القادمة ويصدر كتابه هو الحقوقي عبد القادر الدخيل الذي شغل عدة مناصب في نينوى، منها مدير بلديات نينوى، رئيس اللجنة العليا لإعمار الموصل، وهو حاليا في فريق الجهد الخدمي والهندسي للسوداني، يعمل في عدة محافظات في صلاح الدين منها، وقد أطلق قبل أيام 19 مشروع إعادة تأهيل 19 حي سكني بعد إطلاق مشاريع الجهد الخدمي والهندسي في نينوى. هذا الرجل حصل على توافق سياسي بالإضافة إلى وجود مقومات الخبرة والكفاءة باعتباره مطلع على كل مشاكل نينوى، خصوصا التي تخص المشاريع، تخص الحسابات، الأموال، الأرصدة المجمدة. لذلك كان الأقرب، وكان هنالك اتفاق سياسي وتوازن سياسي حول هذا الرجل، مما جعله يظفر بالمنصب خلفا للجبوري، وكما ذكر خلال ساعات قد يصدر التكليف بحسب ما وردنا من معلومات. نعم، محمود الجماس مراسلنا من نينوى، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.